مساء الخير في يوم جديد نشرة المصري اليوم الرياضية. الزمالك يرفض العروض لمصطفى محمد واشرف بن شرقي، تايلر يتراجع عن قراره في رحيل وليد ازارو، مذبحة بيرلو في يوفنتوس، زيدان يرفض عرض لتدريب اليوفي، صفقة تبادلية بين اليوفي وريال مدريد. الزمالك يرفض العروض لمصطفى محمد واشرف بن شرقي. الفتره اللي فاتت في عروض خليجيه جت لمصطفى محمد من دول الامارات والسعوديه، واشرف بن شرقي جاله عرضين من تركيا، لكن الثنائي عقد جلسات منفرده مع امير مرتضى المشرف العام لفريق الكره، اكد فيهم من رغبه كارتيرون في استمرارهم مع الفريق، وبسبب بطوله دوري ابطال افريقيا وبسبب الموسم الجاي في منافسات كتير للزمالك، فاغلق باب الرحيل امامه وطلبهم بالاستمرار. فايلر اتراجع عن قراره في رحيل وليد ازارو. فايلر كلنا عارفين الفترة اللي فاتت كان طلب من ادارة الاهلي عدم عودة وليد ازارو مرة اخرى بعد اعارته للاتفاق السعودي، ولكن ضغط لجنة التخطيط على فايلر خلاه يرجع في قراره وطلب عودة النجم المغربي مرة تانية، خصوصا ان فاضل له في عقده موسم كمان مع النادي الاهلي. مذبحة بيرلو في يوفنتوس، كلنا عارفين ان اندريا بيرلو مسك يوفنتوس بعد رحيل موريسيو ساري بسبب الخروج من دوري ابطال اوروبا امام ليون الفرنسي. بيرلو عقد جلسه مع اندريا انيلي رئيس نادي يوفنتوس، حتى اسماء المفروض اللي هي خلاص طلب انها يمشوا من يوفنتوس، على راسهم سامي خضيره، ماتويدي، وجونزالو هيجوين. دول على راس قائمه من قائمه كبيره جدا هتمشي في يوفنتوس الموسم الجاي. ريال مدريد عايز يدعم هجومه الفتره الجايه بسبب فشل صفقه يوفيتش السنه دي، ما عملش اي جديد مع يوفنتوس، مفيش في خط هجوم ريال مدريد غير بنزيما. ريال مدريد طلب دان باولو ديبالا من يوفنتوس مقابل توني كروز او اسكو مع مقابل مادي. زيدان طلب تعاقد مع ديبالا، شايف ان هو هيقدر يشكل ثنائيه كويس جدا مع كريم بنزيما. زيدان رفض عرض لتدريب يوفنتوس. قبل تولي بيرلو مسؤوليه تدريب يوفنتوس، في عرض جه لزيدان ب 15 مليون يورو لتدريب يوفنتوس. زيدان رفض طبعا العرض. زيدان اكد على بقائه مع ريال مدريد، ان هو الموسم الجاي عايز ياخد دوري ابطال اوروبا مره اخرى.